للحديث أكثر عن العيد في العراق وكيف مر يومه الأول على العراقيين في ظل الوضع الاقتصادي والصحي الذي يمر به العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي. أستاذ عبد الله، بداية كل عام وأنتم بخير، كيف تجد أجواء العيد في العراق هذا العام؟ كل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. صحيح أن العيد أن العراق وعلى مرور 17 عاما لم يحس بأجواء العيد الصحيحة كالدول العربية السابقة، إلا أن هذا العيد هو الأسوأ على الإطلاق بين كل الأعوام ال16 التي مضت. هذا العيد يأتي مع تفشي وباء كورونا في العراق ومع الإجراءات الاحترازية المبالغ فيها في بغداد. اليوم حضر شامل للتجوال فرضت الحكومة العراقية في بغداد وباقي المحافظات، إلا أن هذا الحظر لم يشمل الكثير من المتسولين ومن العوائل المتعففة والمحتاجة التي أرسلت أبنائها إلى الشوارع. اليوم خرجنا إلى بغداد، في كل شارع في بغداد في مناطق المنصور وحي الجامعة والغزالية، في كل شارع رئيسي توجد هناك 50 إلى 100 امرأة يتسولون أو يطلبون من الناس المساعدة ويجمعون الأضحية. حتى الناس المواطنين أصحاب الدخل المحدود أو الدخل المتوسط هذا العام لم يضحوا، لأن الوضع الاقتصادي الذي تسببت به كورونا وأثر على اقتصادياتهم. فالأعداد أعداد الأضاحي قلت هذه السنة، وبالتالي عدد المستفيدين أقل من كل عام. العام الماضي كانت هناك عدد أضاحي جدا كثيرة وغطت كل الاحتياجات الفقراء والمحتاجين والمتعففين والأرامل ونساء الشهداء والمفقودين، إلا أن هذا العام وجدنا أن هناك شوارع بأكملها مليئة بنساء متعففات وفقيرات يسألن الناس. وحتى قبل ساعة تقريبا، ساعة من هذا الوقت، كان هناك في هذا الشارع العام الذي يربط حي الجامعة بحي المنصور هناك نساء يلتحفن السماء يفترشن الرصيف يطلبن مساعدات من الناس. هناك نساء عفيفات، إلا أن الجوع خرجهن إلى هذا الشارع. يبدو أو على ما يبدو أن الطبقة الفقيرة بدأت بالازدياد، أن الفقر تفشى خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد جراء تفشي وباء كورونا والإجراءات التي واكبت الحظر الاحترازي. لعل الكثير من الصعوبة التي تواجه الشعب العراقي في هذه الفترة، خاصة يعني الحر الشديد وانعدام التيار الكهربائي في البيوت، ماذا عن يعني تبادل العراقيين للزيارات أو خروجهم إلى المنتزهات في ظل هذه الظروف، ظروف جائحة كورونا؟ إلى أي مدى يعني تأثرت هذه الأيام من وجهة نظرك أو حسب مشاهدتك؟ تأثر بدأ واضح أن العوائل التي لها أقرباء في ريف بغداد، في حزام بغداد وفي بعض المحافظات، لم يخرجوا هم حبيسي منازلهم للعيد الثاني تقريبا، عيد الفطر المبارك الذي مر قبل شهرين وعشرة أيام، وهذا العيد أيضا هم حبيسي منازلهم، لأن السيطرات الخارجية ناهيك عن السيطرة الداخلية، السيطرات الخارجية منعتهم من الخروج والتنقل بين محافظة أخرى وبين قضاء. يعني رغم الحر الشديد الناس هنا في العاصمة بغداد حبيسي، أغلب الناس تجاوز أعدادهم تقريبا 90% حبيسي منازلهم. الزيارات قليلة جدا. أولا الإجراءات الحكومية في منع الزيارات ومنع التنقل. ثانيا سبب الناس متخوفون من التنقل بين عائلة وأخرى بسبب هذا الوباء الخطير المتفشي. طبعا الناس هنا في بغداد تحت حرين، حر الصيف وحر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة بغداد، حكومة الكاظمي، بعدم التنقل خوفا من تفشي وباء كورونا بين العائلات. وحر الصيف الناس بدأوا هنا في بغداد بشراء قوالب الثلج ووضعها في مكيفات الهواء المبردات لتبريد الهواء. هذا طبعا هذا الإجراء واكب أزمة الحر الشديدة التي تقريبا منذ أسبوع هي في بغداد.
لحد يوم امس الناس تشتري قوالب ثلج، قطع الثلج الكبيره وتضعها في مكيفات الهواء. هذا الانسان الغني طبعا. اما الفقير الذي لا يجد، ربما يسكن في دار متهالكه في بغداد او حزامها، اعانه الله مع هذا الحر اللاهب، مع حر الصيف اللاهب. فلهذا العيد غير العيد الذي كان يمر على بغداد في 16 الماضية، 16 السنة الماضية، مع أنه في 16 السنة الماضية لا يوجد عيد كما في قبل 2003. نعم، شكرا لك. من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي، نشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الله.